السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. اليوم راح نكمل دارك نيمسيز وكاكيريا. خلينا نشوف كاكيريا اليوم وين راح تاخذنا. مثل ما قلت خلينا نشوف كاكيريا وين راح تاخذنا الآن. لوجن يقول لك سال سكيل فيتشرز على لوك ات ليفل 39، يعني ليفل 39 راح يفتح لنا ملابح الملابح الحقيقية للعبة. بعد يعني كل هاي مو ملابح حقيقية، خرب يومكم. ديلي جيفت، جوائز يومية. طيب الان 28 ليفل مالي، بس خلينا نخلص الاعدادات شباب. راح اوقف واخر اخلص الاعدادات وارجع لكم. خلصنا الان، رجعنا. الان نروح نرجع للعبتنا. يقول شادو ماركت از ناو افيليبل، ليتس سي وات ذي هاف جود. يقول متجر الظلام او الظلال يقول متوفر الان، خلينا نشوف شنو عندهم. If I'm with the assistance you may find some rare items sold at low price. يقول تلقى اشياء عفوا تلقى اشياء تنباع في ثمن زهيد، يعني ثمن قليل في شادو ماركت. بس شادو ماركت اوفن تو جيت وات يو وانت، ودايما زوره حتى تاخذ اللي تحتاجه. اوكي يقول انا افضل هذا المساعد كومبليت اكس بي دنجن ماسيف ليفل اب اكسبيرينس اي اكس بي جارديانز دونت فورجيت تو تراي ذا تشالنج افري داي. لا تنسى التحدي كل يوم، اخذ التحدي يعني تدني كل يوم مر واخذ التحدي. طيب روح تشالنج كويك ماتش ستارت انتر.
هاي كيكريا كوداتهم كيكريا طبعا هاي ضربة حظ اللي انطاني اياها فلشتهم ككريون الوحوش اول مرة اشوفهم طبعا ضربة حظ ثانية اوكي اكو واحد ضل بعد اي هذا اقفل عليهم خل اقفل عليهم انت فلشهم انت مو قدي يا معودين مو قدي ضربة الحظ الثالثة اوكي على اعتبار جوائز ينطيني اياها هذي مثل الجائزة هذا ما يموت قوي بس مو علي طيح كود هذا واحد ثاني تعال تعال خلي خلي خليك شوية خلي خلي خليك طيح قود يلا الثاني طيح عمالقة دول هذا ثالث قوي هذا بس عليه من طاح شنو عمالقة يجوا مرة ثانية بدأ دمي ينقص حبيبة هناك بدي شنو
اوف شنو جاني؟ شنو هذا؟ مالك ما ادري منين قاعد يطلعون. هذا وصل وصل الوحش الرئيسي، خل اتولى. روح روح موت موت يا معود. يا معود موت موت. خلي الدمرة لك ما يموت هذا. شلون موت؟ موت سحقا للطغاة. يقولون دايزر شنو؟ ايه طح. خلنا ننفخ عليه. فيكتوري انتصرنا عليه وعلى العمالقة. يقول كان ذا باورفل وورد بوسز. يقول تحدينا ال باورفل وورد بوسز يعني زعماء العالم القويين. هذا كان واحد منهم اللي انزلناه. الان عندنا تطوير شباب. هاي الباور شلون يصعد؟ خلصت هاي. هاي عندنا اوتو بليز بليزول ابجريد ريفاين عقله حتى يزيد الباور. ابجريد ريفاين. طبعا شوفوا ريفاين يصير على العده مالته كلها الجير على قولتهم. الان عد درع مالك. هاي درع كيكريا اللي تلعب بيه. شنو بعد عندنا شي؟ ما عندنا شي. شلون اعرف عندنا شي ولا لا؟ اللي عندنا شي يصير عليه نقطة حمراء. انهيس بس انهيس فقط. شايفين النقطة الحمراء عليهم؟ كويك انهيس اقول له. هل يسوي انهيس ويزيد الباور؟ وصلنا
8000 خلصنا الانهيس. الان الابجريد كله خلص اللي عندنا. هاي قال مستواك ذا قاد ماستر ذا بي سامتينج ذا جولد مود وير يو كان جيت جريت ريوردز فروم بارتيسيبيتينج اند بوينتس. يقول من النقاط اللي تحصلها تاخذ جوائز جمع نقاط تاخذ جوائز. ابي ساند باس باس هانتنج جراوند اوبنز ينفتح هذا الساعة 8 بالليل every day كل يوم. The battle zone is divided at والمعركة تتوزع بيناتهم يعتمد على قوة الفارس مالك. اللي يريد يتابعها شباب يتابعها. راح اكتب هذا الغد حبايبي، القاكم في لقاء جديد. هذا اخوكم، شفنا كيكيريا شلون تغلبت على العمالقة وعلى زعيمهم. فان شاء الله القاكم في لقاء جديد. هذا اخوكم مادم، في امان الله.